الفيلم اللي هتشوفوه دلوقتي فيلم نادر جدا، كتير منكم ما شافوهوش. الفيلم ده مش بس كوميدي عشان بطولة نجم الكوميديا الفنان اسماعيل ياسين، لا ده كمان فيلم فانتازيا، وزي ما هو باين من اسمه فيلم عفريت عم عبده، يعني فيلم بيعتمد على الخيال والفانتازيا وشغل العفريت، يعني هتضحكوا وكمان هتعيشوا معاه في عالم الخيال، وهتستغربوا اكتر واكتر واكتر لما تعرفوا ان محامي الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب استعان بمشهد من الفيلم ده عشان يثبت براءتها لما اتهمت بانها اساءت لسمعة مصر. طيب ايه علاقة الفيلم ده اللي تم انتاجه سنة 1953 ببراءة المطربة شيرين عبد الوهاب اللي هي اتولدت اصلا بعد الفيلم ده بحوالي 27 سنة، لان هي من مواليد 1980. مش بس كده كمان، لا ده الفيلم ده كمان يعتبر اول فيلم يتكلم عن ثورة يوليو 1952، بس على فكرة هو ما وصفهاش بالثورة. طيب وصفها بايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تشوفوا الفيلم دلوقتي. ودلوقتي اسيبكم مع عفريت عم عبده، وعلى فكرة الفيلم ده بيعتبر رقم 128 في رحلة الفنان اسماعيل ياسين اللي وصفوا الفيلم ده وزي ما هتشوفوا في التتر حالا بملك الفكاهة في الشرق. واللي ما يعرفش امتى بدأت رحلة الفنان اسماعيل ياسين اقوله انها بدأت سنة 1939 لما اختاروا فؤاد الجزائري عشان يظهر لأول مرة في السينما من خلال فيلم خلف الحبايب، ورحلته دي وصلت ل 207 فيلم منهم 17 فيلم بيحملوا اسم الفنان اسماعيل ياسين، وهو ما لم يتكرر في تاريخ السينما. وياريت اللي فاكر اسماء الافلام دي يكتبها في التعليقات عشان كلنا نتعرف عليها. ودلوقتي اسيبكم مع فيلم عفريت عم عبده. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، وانتظروني مع افلام تانية هنقدمها الفترة الجاية. وعشان تشوفوا الافلام دي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بيها اول ما ننزلها على طول. وكمان بفكركم ما تنسوش تكتبوا في التعليقات اسماء الافلام اللي حملت اسم الفنان اسماعيل ياسين وهم 17 فيلم، يا ترى مين فيكم اللي هيقدر يتوصل لل 17 فيلم دول؟ أشوفكم على خير وإلى اللقاء.